好了，命。إذن فريق جمعية عين المليلة يعود إلى ملعبه بعد صراع الأسابيع القليلة الماضية، أين كانت الأخبار التي تروج على انتقاله للعب في ملعب عبد الرحمن علاج بعين فكرون وكذلك ملعب الخروب، هكذا حمزة هكذا قيل في جميع الأخبار وجميع الجرائد التي روجت لي الخبر، لكن بإرادة أبناء عين المليلة رسم ملعب الإخوة دمان من جديد برسومات الروسونيري وكذلك الريد سكوربيون الحاضرين هنا اليوم بقوة في تدريبات الفريق المنافس لمباراة الغد بحول الله. فريق سريع غليزان لعصورة يدرب هنا بملعب الإخوة دمان. الملعب إذن اكتسى حلة جديدة بعد صعود فريق جمعية عين المليلة للقسم المحترف الثاني، والإنجاز الكبير الذي حققه المدرب الصحراوي باعتباره صاحب الإنجاز التاريخي الذي يحسب لشخصه وكذلك لوقفة أنصار جمعية عين المليلة برئاسة فريق رئيس الفريق شداد بن صيد. الصور الجمالية التي تنقلها كاميرا حمزة خلوفي حاليا حصريا من ملعب الإخوة دمان هي للحلة الجديدة التي اكتساها الملعب وللتنظيم المحكم أيضا الذي وجدناه منذ لحظات بعد الغزو والغرة الكبيرة التي جعلت كل سكان مدينة عين المليلة ينتقلون للملعب قصد تقديم الدعم لإدارة شداد بن صيد في احتواء الغد بحول الله الوضعية والوضع العام لتنظيم المباراة، أولى المباريات التي تجرى في المحترف هنا بملعب الإخوة دمان لمدينة عين المليلة. بعد لحظات سنمر إلى جانب من أنصار جمعية عين المليلة الحاضرين في تدريبات سريع غليزان الذي لاقى كل الترحاب للأمانة هنا في الملعب وحتى في مدينة عين المليلة. صور للأنصار حمزة لو سمحت. دارت الكاميرا الأنصار سكت الأنصار. على كل حال هي الأجواء أجواء ممطرة هنا بمدينة عين المليلة، بشرى للفلاحين ولكل التجار أيضا بدخول فصل الخريف موسم دراسي نتمناه موفق لجميع أبنائنا أبناء عين المليلة أبناء أم البواقي أبناء الجهة الشرقية للوطن العزيز أبناء الجزائر قاطبة. أجواء جمالية أيضا ملعب تحفة بعد الماراثون الكبير الذي قاد سواء عمال الملعب من الملعب المحليين وحتى المقاولين الذين دأبوا على تقديم صورة مثالية لملعب الإخوة دمان إلى قدمت منذ ثلاثة أيام أو أربع أيام لجنة تأهيل الملاعب التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي رسمت فعليا ورسميا عودة ملعب الإخوة دمان لجماهيره ولأبنائه، وهكذا سيستغني أنصار جمعية عين المليلة عن التكاليف الزائدة للتنقل خارج المدينة لمتابعة فريقهم، خاصة وأنه يلعب أولى أعوامه في المحترف ونتمناها إن شاء الله أعوام خير، ولما لا العودة السريعة للقسم المحترف الأول. ستكونون غدا معنا في نقل مباشر لمباراة القمة بين جمعية عين المليلة وسريع غليزان لحساب الجولة الثانية للمحترف الثاني بعد الفوز الذي رجع به أشبال المدرب حجار من مدينة تلمسان. أجواء جميلة، مدينة عين المليلة كلها تعيش على هذا الحدث، كل الأبواق الإعلامية المشهورة والغير معروفة أيضا تداولت عبر صفحتها في الفيسبوك وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي التويتر واليوتيوب. الاستقطاب والاستقبال الذي سيحظى به أنصار فريق سريع غليزان، إذا حمزة لو سمحت تركز على جهة أنصار سريع غليزان، المكان ربما كافي ووافي، هناك أعمال يقوم بها عوان الملعب وعمال الملعب وصحة التعمير لاستقبال ووضع آخر الروتوشات
لتقديم مباراة في القمة، مباراة المحترف الأول الثاني مبيليس إن شاء الله الأول حمزة، وعودة فريق جمعية عين مليلة إلى مصافي الكبار وإلى مكانه الطبيعي ووضعه الرئيسي. هذا جانب من تدريبات فريق سريع غريزان لعصورة، يتدربون بصفة طبيعية بدون ضجيج وبدون تأخير بدون أي ضغوطات، يأخذون كل وقتهم هنا بالملعب. والمعروف على جمهور عين مليلة بأنه جمهور ذواق للرياضة ويعرف جيدا مجال كرة القدم. سنلقاكم بحول الله غدا في 8:45 قبل نصف ساعة من الموعد الرسمي لبداية المباراة لتقديم مراسلات مباشرة من ملعب الإخوة دمام، بالإضافة إلى تعليق المباشر على المباراة. ونتمنى أن ننال إعجابكم وأن تتابعونا وفق الإمكانيات المقدرة لنا في التعليق والتقديم والإخراج أيضا برفقة حمزة النوفي. والآن ربما حمزة يركز الكاميرا على جانب من الأنصار الحاضرين هنا، ولم يبقى لي سوى توديعكم على صور أنصار جمعية عين مليلة الحاضرين لتدريبات الأمسية الخاصة بفريق سريع غريزان المنافس المباشر غدا في بطولة القسم الثاني المحترف موبيليس لحساب الجولة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.